رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الحديث في الحلقة كما تفضل الإخوة جزاهم الله خير عن ما يتعلق بالتوحيد والشركيات المنتشرة في البلد والجواب على شبهات المشركين. الحلقة متخصصة في هذه الأبواب، وأنا إن شاء الله أجاوب عن سؤال واحد وأدع المجال للإخوة يواصلوا. السؤال بيتعلق بواحد قالوا عامل فتنة في السوق هنا، عامل جوطة، هو قال تاجر بتاع في سوق كوسوفو، في سوق هنا اسمه كوسوفو ما جاي مش طيب، قال تاجر عربات ومواتر وركشات، ومهم بيشتري العربة مثلا ب 100,000 جنيه بالأقساط ويبيعها لنفس الشخص ب 150 ونحو ذلك، ما هو حكم الدين في هذا البيع؟ وهل يجوز التعامل معه؟ البيع ده عند العلماء بيسموه بيع العينة. بيع العينة كونك انت تشتري من زول سلعة بالكاش، يعني السلعة تشتريها بالكاش بسعر أقل، مثلا ب50 بالكاش، وتبيعها لنفس الشخص ترجع له لنفس الشخص بالآجل، لكن لما ترجعها بالآجل بتبقى بسعر أعلى. تشتري ب50 بالكاش وتبيع لنفس الشخص ب70 بالأقساط مؤجل، ده اسمه بيع العينة، وده بيع محرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر، يعني أنت بقيت زول دنيا ساي مباري أذناب البقر، يعني من الرعي للزراعة أنت بقى دي شغلتك. قال: ورضيتم بالزرع، رضيتم بالزرع يعني أنت بقيت زول تبع الزراعة وقنعت من الآخرة، بقيت زول دنيا يعني. قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فدا من البيوع المحرمة. والإنسان لو كان عنده مال زي الراجل ده ولا غيره، أنت عندك مال ما في داعي تبتز الناس، ده ابتزاز، ده فيه نوع من الابتزاز. ما تبتز الناس وتستغل حاجة الناس وتقول له جيب، لأنه هو تقاش ما كله بيكون محتاج لقرض من المال، زول محتاج لقرض من المال وعنده ركشة ولا عنده ثلاجة ولا عنده عربية، بتجي تقول له خلاص تعال أنا بشتريها منك العربية دي ب100 مليون، تشتري منه وهو محتاج لل100 مليون دي، تسلمها له في يده، تقول له يا أخي عشان عربيتك تبقى معاك برضو أشتري مني العربية دي ب150، يبقى انت كأنك اديته 100 مليون ويسدد لك، يسدد لك بالآجل ب150، وده الربا ذاته. الربا ما هو زيادة، انت قال شنو؟ والعلماء قالوا: كل قرض جر نفعا فهو ربا. كأنك انت قرضت زول قرض من المال، اديته مال في يده قرض، والقرض ده قلت له ترجع لي بعدين بالزيادة، يبقى ده الربا ذاته. الناس بيعملوه بالشكل ده بيسموه لك ده بيع الكسر، هم بيسموها كده، وده ما هو بيع الكسر، ما كده، ما بالصوره دي، لكن هم بيسموه يقول لك كسرت العربيه بكده وعملتها، حرام ده ما بجوز. التمويلات بتاعت البنوك، تمشي لبنك وتقول لهم ادوني اشتري كده، ويقول لك جيب لنا فاتوره مبدئيه، وتمشي تجيب فاتوره مبدئيه والبنك يشتري، وقبل ما يشتري بكون باع عليك، قبل ما يشتري بكون باع عليك انت بالاقساط وكتبت شيكات بتاع الضمان، ويقول لك خلاص سدد لنا في 6 شهور و7 شهور، حرام برضو. تمويل الاصغر بتاع البنوك حرام، البيع بتاع العينه بتاع الراجل ده حرام، ده كله ما بجوز. والسبب في ده كله الفقه الفاشل بتاع الصوفيه، ده كل الموضوع، لانه انت قال لهم حلال منو، ما بكون في صوفي وراء الموضوع ده كله،
قال لهم ده بيع حلال امشي بيعه كده، ولا اخو مسلم قال لهم ده حلال. فهؤلاء يستحلون ما حرم الله سبحانه وتعالى. وربنا يقول وحل الله البيع وحرم الربا، وربنا يقول وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذول تلقى بيقوم بطق الواطة وبيتلطش في الأرض، ده لأنه بيأكل الربا، والربا حرام. ما تمشي تتعامل مع واحد زي ده ولا غيره من اللي بيتعاملوا بالحرام. اكتسب رزقك بالحلال يا أخي، ما فيش تجابرك على الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. انت قال بتموت قبال ما تتم رزقك؟ انت عندك لقمة في الدنيا دي حتاكلها، لو ما كملتها أبشرك ما بتموت، بتكمل التب. فأكل رزقك بالحلال يا أخي، لن تموت حتى تستكمل رزقها. لكن الفزع اللي دخلوا التصوف في المجتمع لأنه علموه أنك تلقط رزقك بأي طريقة. أنت ما بتلقى أبوك الشيخ ذاته بيأكل، ما ده السبب اللي بخلي المجتمع يأكل. تمشي تلقى الشيخ عنده قروش راقدة والزريبة مليانة بهايم، وبهناك المخزن بتاعه مليان عيش وقمح ومدمس وكله مليان، جابه من وين أبوك الشيخ؟ ما شغل السحت، بيأكل أموال الناس بالباطل. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فلما تلقى شيخك بيأكل بتأكل زيه، والشغلانة بتبقى جايطة، وبالتالي يبقى ده بيع محرم. والزول ما يتعامل مع ولا يستفتي النازل، ما تمشي تستفتي لك صوفي، تلقى لك واحد قاعد في الجامعة الكبير ولا وين، ولا يجيبوه في التلفزيون قالوا دق له بيجوز نعمل كده، ده ما بيستفدوا في الدين. صوفي ما تستفتيه في الدين، ولا أخو مسلم، لأنه ديل أصلا ما عندهم ديانة صحيحة، ديل ما عندهم ورع ولا عندهم علم، جهل بالعقيدة فضلا عن الأحكام وفضلا عن المعاملات. طيب ده بيقول ما هو قولكم في تحذير الصعفوق نزار أخواتنا من معهد أم المؤمنين؟ ده قال بيحذرين، والمعهد بتاع النساء ده نحن عاملين ندرس فيه نسواننا، برانا نسواننا يعني، برتي أنا ومرت ده وده، لما هنا نقدر نعلمنا الفقه في الدين، نعلمنا التوحيد، العقيدة، نعلمنا الأخلاق، نعلمنا المسائل دي، ده دارج يحذرين، يحذر نسواننا نحن؟ وطيب يمشي لمنه يعني؟ يعني جنك انت ولا شنو؟ يا ناس يعني الواحد يحذر مرته منه؟ بالله شوف الكلام ده، انا قريت كلام وناشره في النت، قالوا احذر الاخوات من معهد ام المؤمنين عائشه. الاخوات منوين؟ ده المنو انت قايلين؟ يا اخي ده النسوان مرت انا ومرت طيفور داك والدناير ومنو ساكنين بهناك، لما ناين عملنا لين درس الدار تجي معانا تتعلم، المدر تجي تقعد في بيتها، لا عملنا له اعلانات ننشره ولا قلنا لك جيب مرتك، ما عندنا معك شغله يا اخي. يحذروا نسواننا مننا؟ يعني انا اعمل شنو يعني هسه بالضبط؟ مرتي تفوت مني يعني تخلي البيت ولا اخلي لي انا؟ ودار تتعلم تمشي وين؟ تجيك انت؟ انت قاعد ليه؟ انت في الذهب، السكن دار تتعلم منك ذاته انت وين؟ انت قاعد؟ ولا المره تسافر تمشي السعوديه تقرا مع جماعتك انت اللي هناك ديرك؟ يعني تتعلم وين؟ بالله شو من عنده؟ وش شغال بك منو انت ذاته عشان تحذر؟ انا قال شوف جنس الكلام الفارغ ده. طيب قال حميدة يقول عن هذه الحلقة كأنها حجر شيشة، قال كل 5 دقائق يتكلم واحد وكلهم جهلة، كيف يعني بخمسوه حجر شيشة ولا شنو يعني؟ ده حميدة موضوع انتهى، قبل كده ناظروه وفشل، فشل لأنه دعوته في النهاية دعوة صوفية دايرك تعبد الشيخ، ده خلاص الموضوع انت قاشم، دايرك انت تعبد الشيخ من دون الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يقول وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. العبد لله بيعبد ربنا، ما بيعبد شيخ، لا شيخ صوفي ولا غير صوفي.
ما يجوز يعبد مع الله احد. ده كل الموضوع، وده خلافنا الاساسي نحن مع حميده والصوفيه الجماعه المعاو. فكونوا اخواننا يخش واحد ويمرق الثاني ما له المشكله في شنو؟ دي ما تعدد وجوه، مره بيتكلم ده ومره بيتكلم ده، وفي النهايه موضوعنا واحد نحن. وانت قال احنا غالبنا الواحد ينضم براه والحلقه كلها، انا ممكن انضم من هنا لحد الصبح ما فارقه معي كون انضم براي، لكن نحن نعدد الوجوه في الحلقه، كل واحد عنده مساله بناقشها، كل واحد بيطرق موضوع، ده بيكون ذاته ادعى لاستماع الناس، الناس بتستمع كويس، تعدد الوجوه بالنسبه لهم، وتعدد المتحدثين لعل الواحد منهم يكون اخلص من الثاني في دعوته، وربنا سبحانه وتعالى يجعل لها القبول اكثر من كلمه الثاني، فده ما في مشكله. كوننا احنا الحلقه اشتغلنا فيها خمسه سته انفار سبعه، ده كله يا حميده ما بحل لك، ده ما بحل لك. انت لما جيت المناظره ناظروك خمسه ولا واحد؟ واحد بس نجمك نجام، ثاني ما قامت لك قائمه من اليوم ده، لانه انت صاحب باطل، صاحب باطل. والقضيه ما قضيه عدد، خمسه بجاي ولا ثلاثه بهناك، ما قضيه عدد. سيدنا موسى عليه السلام كان كم وناظر السحره كم؟ السحره كتار، وسيدنا موسى عليه السلام معه هارون، اشدد به ازري واشركه في امري، لكن ناظروا موسى عليه السلام قال القوا ما انتم ملقون، فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون، هم وفرعون والقوا الحبال بتاعتهم والعصي، في النهايه ربنا قال لموسى ان القي عصاك فاذا هي شنو؟ تلقفوا ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فالقضية ما قضية ثلاثة ولا أربعة ولا ستة، القضية عندك دليل يا حميدة ولا ما عندك؟ عندك دليل؟ وكان جنب الحمامات، طردوه منها ولا الحمامات رحلت منه أنا ما عارف. المهم حميدة عندك دليل أنت إن نادي الشيخ نحن الخمسة أنفار وأنت واحد، عندك دليل إن نادي الشيخ؟ جيب دليلك. ما عندك دليل؟ تنادي ربنا سبحانه وتعالى، لأنه إحنا عندنا الدليل. ربنا سبحانه وتعالى قال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. طيب ها وقاعد بيسمع في الكلام ما عنده حاجة، ما موضوع انتهى. شغلانة دي زمان كانت جايبة لها نقاطة والنقاطة وقفت. أبوشر البغادي داك برضو عنده نقاطة شغالة وقربت تقيف. الناس دي الآن الحمد لله المجتمع وعى بحمد الله سبحانه وتعالى وبفضله. المجتمع الآن ما فاضي لك إنك أنت تخدعه زي ما بتغش زمان. تجي هنا واحد يقعد يكورك في نص السوق، فهمت؟ يقول لهم تعالوا بجاي وعندنا غسل الجنازة، أها موضوعك شنو أنت؟ ويجيب لهم واحد يرقده، في النهاية رشحت. والناس ما الفهم فيهم والما فيهم مفلس، ما عندهم لك حاجة ذاته. الما فيهم ذاته فكر في العيش البجنيه دي يتخارج منها كيف؟ ما في ذا الفاضي يديك قروش، امشي اشتغل يا اخ. المسلمين ده هذول شغالين، واحدين بيبيعوا شاي، واحدين بهناك بيبيعوا طماطم، واحدين شغالين كماسره، واحدين حلاقين، المجتمع ده شغال بخدمه بضراع، دي خدمه حلال بخدمه بضراع، وبينتجوا بياكلوا حلال، يا اخو كل حلال يا اخي، انت مالك قاعد تشحت في الناس؟ ادوني قروش احارب لكم الوهابيه، 5 جنيه قال احارب الوهابيه. وهابي بخربون بخمسة جنيه؟ انت بتلعب ولا شنو؟ 5 جنيه؟ يا زلمة دي آيات وأحاديث انت تحاربها بخمسة جنيه؟ جيبوا قال 5 جنيه نحارب الوهابية، وين الخمسة؟ ادوك ليها ولا ما ادوك ليها؟ واشتغلت انت ما شغال ذاتك، يدوك خمسة على أي شيء. طيب. قال الشيطان بشرى، ده السائل ده مانا. قال الشيطان بشرى إنه نزل في حلقة جبريل عليه السلام وطير أبابيل، هل هناك وحي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الزول ده أنا ناقشته في الموضوع ده بنفسي، لميت فيه مرة في محل كده بس خلوه، لميت فيه براوة الزول ده اسمه بشرى ده، قال أنا قال بجي ماشي في الشارع بتنزل علي طير أبابيل، ماشي في الشارع هو، وقال شفت الملائكة، قال بيجوا نازلين كده في الحلقة بتاعتي. أنا سألته سؤال قلت له أنت بتعرفه كيف؟ عرفتهم كيف دين الملائكة؟ قال لي حمر، قلت له أنا شنو حمر؟ يعني شيطان أحمر ما في؟ ما ممكن يكون ده الشيطان؟ بس قلت له أديني مبرر يقنعني أنا إنه النزل ده ملك ده ما شيطان.
اقنعني انا. قال عندهم جنحين، قلت له الشيطان برضه ممكن يجي بجنحين، يعني الفرق شنو؟ وانا الحلقه بتاعتي ويقوم على حيله ويقعد، قلت له ده كله ما مبرر. انت اقنعنا انه نزلت عليك، نزلوا دي الملائكه ونزل عليك جبريل، نزل عليك جبريل معناه ده وحي، ده وحي جبريل، ده اسمه الامين، الامين جبريل، امين الوحي، اسمه الروح، الروح لانه بينزل بالوحي. نزل عليك وحي، انت حميده يا اسمه منو ذاك؟ بشرى. انت نزل عليك وحي، انت تقرا في حديث ام ايمن رضي الله عنها، صحابيه جليله، دي مرضعه النبي صلى الله عليه وسلم، قريت رياض الصالحين؟ شاقرا رياض الصالحين. دخل عليها ابو بكر الصديق وعمر زاروه زياره بعد ما توفي النبي عليه الصلاه والسلام. قال الراوي: فبكت ام ايمن، فقال لها ابو بكر وعمر: ما يبكيك يا ام ايمن؟ اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله مما في الدنيا؟ انت ما بتعرفي كده؟ قالت: نعم اعلم ذلك. صحابيه جليله هي، تعرف ذلك. قالت: ولكن ابكي على انقطاع الوحي من السماء، لانه بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء، ثاني ما في زول بيجي وحي. لكن ده قال بيجي جبريل ونسوان بتطقر الواطه وبتمردغن هنا، يعني الملائكه دي تحضر النسوان اللي بتمردغن في الواطه ديل ولا شنو يعني؟ كله ده شغل بتاع لعب وبتاع الشعوذه ودجل. في نفس الجلسه ناقشناه فيها، خد بالك انا بتكلم عن بشرى، ناقشناه في جلسه، قال بعد خمسه يوم الكلام ده، الكلام ده قبل بالضبط خمسه ايام من السنه 2017 من السنه الجديده، قال بعد خمسه يوم حتتحرر فلسطين وحيحمل اللواء بتاع تحرير فلسطين السيد الرئيس عمر البشير، ده الكلام بتاعه كويس؟ بعد خمسه يوم قلنا ليه وكان ما تحررت فلسطين؟ قال اعملوا فينا اي حاجه اجلدوني 100 جلده، قال ما تحررت، ها فلسطين اتحررت؟ ونحن ما لمينا فيه، ونحن ما سلطان، لو لميت فيك يا بشرى في امتى؟ وانا عندي السلطه بان اجلدك 100 جلده بحسب ما اعترفت انت، قلت دار 100 جلده. فلسطين ما تحررت لسه، بس كنا اليهود يا مستهبل. على اي حال، في ثاني سؤال ولا انتهى؟ قال تفسير حميده لمعنى قوله تعالى: منتم من في السماء، ان هذا جبريل وبقية الملائكة، هل هذا صحيح؟ ما صحيح ده، ده تفسير باطل. حماده جابه من وين ذاته؟ من الذي فسر هذا التفسير؟ والتفسير ده عنده مراجع ولا التفسير ده هوى؟ هاي زول يفسر بمزاجه. التفسير ده عنده مراجع، مراجع التفسير منها من المراجع المتفق عليها حتى بين اهل السنه والصوفيه، الصوفيه ذاتهم ما اختلفوا فيها، تفسير ابن جرير الطبري ده متفق عليه. صوفي ذاته ما اقدر اقول لك ابن جرير ده ما مفسر، لانه ده في القرون المفضله، ده مات سنه 310، انت عارف 310، ده عاش في القرن الثاني، في القرن الثاني، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في زول واحد بس. ده تفسير معتمد، معتبر عند كل الطوائف، مبتدعه وغير مبتدعه. طيب ابن جرير الطبري قال: أأمنتم من في السماء هو الله؟ ما في نقاش ثاني. طيب افرض انه قلت لي ابن جرير الطبري ده رجل من تابعي التابعين، ونحن بتفسيره ده لابد نعرضه على القران والسنه، كويس؟ بنص القران أأمنتم من في السماء، بنص القران، لما نجمع الايه دي لايه ثانيه بتعرف انه أأمنتم من في السماء هو الله، بس مع ايه واحده ثانيه الموضوع ده بكون منتهي. طيب هنا في الايه دي عشان انت تفهمها تمام، ربنا قال: أأمنتم من في السماء بيعمل شنو؟ أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، مش هو الآية كده؟ طيب نحن نشوف في آية ثانية اللي بيخسف الأرض ضمنه، كده بنكون عرفنا من في السماء منه، صح؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النحل: أفأمنا، لاحظ نفس الآية دي، هناك أأمنتم وهنا أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله، خد بالك، أن يخسف منه الله
بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. طيب اللي بيخصف الأرض منه في الآية بتاعت النحل الله هنا قال لك أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض. لما تجمع آية النحل على آية الملك يبقى من في السماء اللي بيخصف الأرض هو منه؟ هو الله. وده تفسير القرآن بالقرآن، وده أعلى مراتب التفسير القرآن بالقرآن. تاني عندك حاجة يا حميدة؟ خليت الحمامات ولا ما خليتها؟ خليت التصوف ولا ما؟ لأن التصوف ده كعب من الحمامات. حمامات دي فيها بتنفع الناس، الواحد بيمشي متضايق بيقضي حاجته بيلقى راحته في الحمام. لكن التصوف ده بتمشي انت ما متضايق بتبقى متضايق داخل وبضيق عليك بعدين يوم القيامة. والله تموت على عقيدة الصوفية تضيق عليك يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو خد بالك لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. أنا أكتفي بهذا القدر قدم متحدث من بعد.